في زحمة الأخبار يشعر الإنسان أحيانا بنهاية العالم، مزيج من الألم والمعاناة والأسى، لكن الجغرافيات الصغيرة طالما غيرت وجه العالم، طالما جعلت من العالم مكان أفضل. السلام عليكم أهل غزة. في يوم من الأيام تجمعت ممالك اسمها ممالك الفرنجة على سواحل الشام، جاءوا من مناطق بعيدة واستوطنوا في أرضنا، عقود بقوا. البعض قال قوى متفوقة فلنتصالح معهم، البعض قال لا فلنواجه. ومرت الأيام وأفرز وعينا ووجداننا وحضارتنا وانتماؤنا، أفرز شخصا اسمه صلاح الدين فحرر القدس. تقول الجغرافيا إنك إذا أدخلت جسدا غريبا إلى جغرافيا لا تقبله فإن هذه الجغرافيا ستطرده، وهكذا تخبرنا الجغرافيا أحيانا ما لا تخبرنا به المجالس السرية للحكومات. تخبرنا الجغرافيا أحيانا أن أرضا بلا جغرافيا قاسية تصنع أناسا أقوياء وصامدين مثل غزة. أنا عقبة وهذا برنامج لعبة الجغرافيا، انتظروني قريبا على منصة أثير.